في هذه الحلقة، فيزا إلى بيلاروسيا مضمونة للأخوة اليمنيين حصراً، ملاحظات مهمة جدا للأخوة السوريين الراغبين بالسفر إلى روسيا أو إلى بيلاروسيا سواء كانوا داخل سوريا أو خارجها. الآن أصبح لدينا وكلاء في بعض الدول والمدن العربية بإمكانكم التأمين على مبالغكم. السلام عليكم، معكم خالد العامري من شركة وقناة صنع في روسيا 24. حلقة جديدة. هذه الحلقة سوف أتكلم عن المواضيع التي قلتها قبل قليل، وهي مواضيع أعتقد أنها مهمة. طبعا هذه إحنا دائما نذكر الملاحظات التي تأتينا، يعني الناس يسألون وتتكون لدينا ملاحظات نجيب للجميع بدل ما نعطي لكل شخص ملاحظة. الآن سوف أتكلم عن هذه المواضيع المهمة، خصوصا أننا الآن في شهر أكتوبر، يعني شهر أكتوبر خلال تقريبا شهر سوف ينزل الثلج وتقريبا تقل الحركة، يقل السفر، لذلك هذه فترة جدا جدا مهمة. نحن احتمال على نهاية السنة راح نتوقف عن عمل الحلقات وناخذ إجازة، لذلك الآن لديكم إمكانية للمراسلة، للاتصال بنا، للتقديم على الدعوات ومن ثم السفر إلى روسيا. ما يهم في الموضوع بالنسبة إلى بيلاروسيا، نحن أنا عندما عملت حلقة قبل أسبوع تقريبا كنت يعني لم أحدد بعض النقاط المهمة. يا أخوان، هذه الدعوات الدراسية الموجودة إلى بيلاروسيا هي دعوات لفترة محددة ولأعمار محددة وضمن شروط محددة. نحن الأخوة الذين يراسلوننا نرسل لهم التفاصيل، التفاصيل يعني عموما هي إلى حد سنة، يعني سنة يعني 30 يجب أن يكون الشخص عنده شهادة على الأقل صف التاسع فما فوق، اللي هو ثالث متوسط أو ما يعادله. أيضا يكون الشخص موجود في بلد، موجود في بلد أو بإمكانه الوصول إلى أحد البلدان التالية: الإمارات العربية المتحدة، القنصلية البيلاروسية في أبوظبي، أو أنقرة إسطنبول طبعا تركيا، أو القاهرة في مصر. يعني بالنسبة للشام دمشق الموضوع غير، يعني صراحة إلى الآن لم نتأكد من القنصلية البيلاروسية هناك هل يستقبلون الدعوات أم لا. أنا سألت الأخوة الذي تواصل معنا وهم الآن يتأكدون من هذا الموضوع، لكن المشكلة بالنسبة للأخوة السوريين، وهذا شيء صادم لكنه حقيقة، نحن أخذنا مجموعة، عملنا جروبة، أول جروب مجموعة وارسلناهم طبعا كلهم من السوريين الأخوة السوريين إلى الجامعة، وإن شاء الله ننتظر الدعوات في هذه الأيام. الآن الجامعة قالوا لنا لا نستطيع أن نقبل سوريين، يعني اجلبوا لنا جنسيات أخرى. فنحن يعني في هذه الحلقة أقول للأخوة اليمنيين الذين يتواجدون، وخاصة الكثير من اليمنيين موجودين الآن في مصر في القاهرة وغير مدن، بإمكانكم التقديم على الدعوة الدراسية والقدوم ودراسة كورس لغة روسية لمدة 6 أشهر في بيلاروسيا. التفاصيل بإمكانكم التواصل معي عبر الإيميل أو عبر عبر الواتساب مع سيرجي. لكن ملاحظة جدا مهمة يا أخوان، لا نتعامل بالتأمين ولا بالتشيك ولا غيرها، يجب أن ندفع القسط الدراسي إلى الجامعة مقدما حتى يقومون بعمل الدعوة. الدعوة خلال أسبوع سوف تجهز، إن احتجت الأصلي سوف يتم إرسالها من مينسك من بيلاروسيا إلى الدولة التي قاعد فيها، يعني سواء كنت في مصر أو غيرها. أنت سوف تقدم على الفيزا، وهناك تفاصيل أخرى كثيرة لا أريد أن أتطرق لها، هذه التفاصيل يعني سوف تكون للزبائن مباشرة حتى لا أطيل عليكم أو أصدعكم. الملاحظة الأخرى المهمة هي حصرا للأخوة السوريين. الأخوة السوريين عموما تعرفون الوضع في دمشق، أنا سمعت قبل فترة أن هناك مشاكل بالحصول على فيزا من القنصلية الروسية في دمشق، وأيضا هناك بالمناسبة القنصلية الروسية في حلب هي شغالة، لكن عموما يعني زحمة وزخم كبير وعادات كبيرة، ناس تريد الحصول على الفيزا الروسية. لذلك أنا نصيحة للأخوة الذين لديهم مقدرة ولديهم استطاعة أن يسافروا إلى كردستان العراق، تحديدا مدينة أربيل، والحصول على إقامة سنوية في كردستان العراق في أربيل، وبالمناسبة هي ليست صعبة وليست غالية صدقا يا أخوان.
بإمكانكم هناك الحصول بكل سهولة على الفيزا الروسية. أنا أتكلم عن تجربة وأعطيكم نصيحة لوجه الله، يعني أنت بدل ما يعني مثلا يكون حظك 50-50 يعني تحصل فيزا ما تحصل فيزا وأنت في سوريا، أنا أضمن لك أنه سوف تحصل على فيزا بكل أريحية طبعا بعد إرسالنا للدعوة لك من القنصلية الروسية في كردستان العراق في مدينة أربيل تحديدا. أن رغبت بمساعدة سوف نساعدك. أيضا لدينا هناك بالمناسبة هذه ملاحظة مهمة، الآن لدينا هناك مكتب أو صيرفة بإمكانكم وضع أموالكم وتأمين أموالكم في الصيرفة والحصول على وصل بالمبلغ، ولن يتم إرسال المبلغ لنا إلا بعد حصولكم على الفيزا أو على الدعوة، يعني أموالكم سوف تكون بأمان. الذي يرغب بالدراسة في روسيا، الذي يرغب بالحصول على الدعوة التجارية في روسيا وغيرها، بإمكانكم وخاصة الأخوة السوريين في كردستان العراق وحتى في تركيا، أيضا لدينا مكتب في إسطنبول، بإمكانكم تأمين مبالغكم هناك، الحصول على وصل أمان، وفي كل الملاحظات في الاسم وفي التفاصيل وفي يعني تاريخ الإنجاز، هناك تاريخ للإنجاز، إن لم تحصلوا على الخدمة في وقت محدد يتم إرجاع المبلغ بدون استقطاع أي شيء. هذه ملاحظة جدا مهمة. وأيضا عندي ملاحظة أخرى وخاصة للأخوة، يا أخوان أفضل شيء الآن للسفر هو الابتعاد عن مدينة موسكو، يعني روحوا لأي مدينة أخرى، عندكم فلاي دبي عن طريق دبي، هناك ترانزيت على مدن أخرى، وأيضا لديكم مدينة سوتشي، مدينة مينرال نيفوديا، هذه في يعني جنوب روسيا في منطقة القوقاز، أيضا يعني أعتقد هناك مدينة كراسندار أيضا موجودة فيها، وهناك أيضا أعتقد مدينة نسيت اسمها صراحة، فلاديكافكاز، أيضا هناك ترانزيت جدا رخيص بين إسطنبول وفلاديكافكاز عن طريق الريد وينجز، هاي الروسية جدا رخيصة هاي الشركة بالمناسبة. الذي يرغب بالحصول على معلومات يتواصل معنا عبر الواتساب عند سيرجي، هذا حكيها مليون مرة بس الأخوان يراسلون يقولون السلام عليكم كيفك يا خالد، يعني أنا قلكم إنه الواتساب عند سيرجي بتظنون إنه خالد، يا أخوان هو الواتساب لسيرجي وليس لي أنا، أو عبر الإيميل يكون موجود إن شاء الله تحت الفيديو. هذا كل شيء لا أريد أن أطيل عليكم، بالنهاية أتمنى منكم الاشتراك تفعيل الجرس التواصل معنا. كان معكم خالد العامري من شركة وقناة صنع في روسيا 24، دمتم في أمان الله.